السلام عليكم أيها الشعب المصري والسوري. الحقيقة اليوم أنا يعني أريد أن أوجه رسالة للشعب العربي عموما، لأنه ما يحدث في مصر هو خطير جدا. معلومات هنا يعني أنا جبتها بس ما قدرت أسوي الفيديو بسرعة. 7 تموز، 6-7 تموز، السبت والأحد، من القدس العربي. يقول هنا: مصر الأخوان يشنون حرب ميادين لاستعادة السلطة. وعبد الباري عطوان هنا عنده مقالة مهمة جدا سوف أعلق عليها، وسوف أتكلم شوي عن يعني أشياء بالنسبة لمقارنة بين كيف خلعوا مرسي وعملوا انقلاب عليه العسكر وكيف تعاملوا مع مبارك. فالآن الإسلاميون عايدون في مصر وسحر الانقلاب ينقلب فوضى. فيقول هنا عبد الباري عطوان: أساء الفريق الأول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ومعه جميع قادة جبهة الإنقاذ المعارضة تقدير قوة التيار الإسلامي بقيادة حركة الإخوان المسلمين عندما أقدم على قيادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي ووضعه رهن الاعتقال. يعني خلص كل الناس الآن من صحافة وغير صحافة ورؤساء سوف يقولوا أن صار انقلاب عسكري على الديمقراطية. أرجو أن تنتبهوا هذا الشيء، يعني الحقيقة والتاريخ سوف يسجل أن يعني الناس سوف تقول: سجل يا تاريخ وأشهد يا زمان، الجيش المصري يصبر على مبارك 18 يوما وسط سقوط مئات المعارضين، ويصبر على مرسي 48 ساعة مع سقوط عشرات المؤيدين. يعني الجيش بيصبر على مرسي 18 يوم، عفوا على مبارك 18 يوم، وما استطاع يصبر على مرسي أكثر من 48 ساعة. وأيضا سوف يقول: سجل يا تاريخ، مبارك وجنوده يظلون شهور طلقاء بعد سقوط نظامهم، بينما يتم القبض على مرسي وأعوانه قبل إعلان انقلاب عليهم. يعني شيء عجيب غريب، مبارك لحد الآن وجنوده وآلاف من الظالمين لمدة 30 سنة لم يحاكموا إلى حد الآن يعني محاكمة صحيحة، ومرسي و300 واحد من حكومته وعناصره قبضوا عليهم خلال ساعتين. هذا ما سوف يسجله التاريخ. بعدين بقينا شهورا بعد ثورة 25 يناير نطالب بسقوط النظام. كثير من أصدقائي المصريين كانوا يقولوا هذا الكلام، أنه ضلينا شهور بعد ثورة يناير 25 يناير نطالب بسقوط النظام بعد سقوط رموزه، يعني لأشهر، ولا نجد الآن رموزا لإسقاطها بعد مرسي. يعني كل الناس اللي في نظام مرسي شالوها خلال ساعتين وأسقطوها وقضوا عليها. يعني شوف العنف والقوة التي استعملها الانقلاب العسكري. وسوف يسجل التاريخ أن الجيش يعجز عن تأمين البلد خلال سنتين ونصف. يعني الجيش المصري ما استطاع يؤمن البلد، خليها بأمان خلال سنتين ونصف، ويقوم بتأمين البلد خلال ساعتين ونصف فقط. يعني استطاع أنه خلال هذا الانقلاب يهجم هجمة شرسة ويدعي أنه يعمل أمان خلال ساعتين ونصف. يعني انقلاب واضح. وسوف يسجل التاريخ أن شيخ الأزهر يفتي بحرمة الخروج على الحاكم في 25 يناير. ماشيين؟ شيخ الأزهر يفتي بحرمة الخروج على الحاكم في 25 يناير، ويشارك في بيان عزل مرسي في 30 يونيو حفاظا على السلم العام. يعني شوف هذا الشيخ بيفتي مشان مبارك فتوى لا يجوز خروج على الحاكم، حرام خروج على الحاكم، أما لأنه مرسي ديمقراطي ومرسي انتخبه الشعب قال لازم تطيروه حفاظا على السلم العام، عيب. فهذا سوف تسجل نقطة يا شيخ الأزهر. فالتاريخ سوف يسجل أن الشيخ الأزهر يفتي بحرمة الخروج على الحاكم في 25 يناير، ويشارك في بيان عزل مرسي في 30 يونيو حفاظا على السلم العام. وأيضا سوف يسجل لك التاريخ يا بابا، أيها البابا تبع مصر، أنك كنت تمنع نزول الناس في 25 يناير وتشارك في بيان الانقلاب في 30 يونيو. احفظها أيها البابا، لأن التاريخ سوف يسجل عليك. فالبابا في مصر يمنع نزول الناس في 25 يناير ويشارك في بيان الانقلاب في 30 يونيو،
كله بخمس خلال 48 ساعة. وسوف يسجل التاريخ أيضا أن التلفزيون المصري كان يصور الكباري والشارع والنيل في 25 يناير من بعيد يعني، بينما يبث مباشر من التحرير في 30 يونيو. فشوف يعني التحيز، وشوف الحرية اللي كانت أيام مرسي، أن استطاع التلفزيون المصري يصور ميدان التحرير من ميدان التحرير نفسه. بعدين سوف يسجل التاريخ أن الإعلاميون وفنانون العار يبكون على مبارك ويهللوا رقصا وفرحا على خيانة مرسي، يعني لما صار انقلاب ضد مرسي. وسوف يسجل التاريخ أيضا أن الفلول لا يستطيعون دخول ميدان التحرير وهم مسلحون وعلى ظهور خيول والجمال، ويدخلون في 30 يونيو على ظهور المغفلين. يعني استطاعوا الفلول تبعوا المبارك يدخلوا الآن في 30 يونيو على ظهور المغفلين. سمعين أيها المؤيدين للانقلاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم نكمل هنا إن شاء الله. يقول في المقالة: الرئيس مرسي ارتكب أخطاء أثناء فترة حكمه القصيرة، عام واحد فقط، ولكن هذه الأخطاء مهما كبرت كانت صغيرة مقارنة مع أخطاء المؤسسة العسكرية ونقلا بها الذي يمكن أن يقود البلاد إلى حمام وانقلابها الذي يمكن أن يقود البلاد إلى حمام دم قد يحصد حياة المئات وربما الآلاف. بالأمس نزل مئات الآلاف من أنصار التيار الإسلامي إلى الميادين في مختلف محافظات مصر مطالبين بعودة رئيسهم والتهديد باللجوء إلى العنف إذا لم يتحقق طلبهم هذا، وهم أو بعضهم يقول ويفعل، وشاهدنا ذلك بوضوح في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن وطبعا في الجزائر في الماضي. المهم أنا هنتقل شوية لتحت، يعني أنتوا إن شاء الله بتشوفوا هذه بعض النقاط، لنتكلم على موضوع أمريكا وأوروبا. يقول عبد الباري عطوان: هل لأن الفائز في هذه الديمقراطية هو من أنصار التيار الإسلامي؟ وهل هم مع الديمقراطية في بلادنا التي تأتي بأحزاب وفق مقاساتهم وتطبق سياساتهم ومشاريعهم في الهيمنة في المنطقة؟ يسأل أن هذا الغرب المنافق الذي ظل على مدى 100 عام يحاضر علينا حول الديمقراطية وقيامها ويتغنى بالديمقراطية الإسرائيلية، لماذا يقف صامتا أمام هذا الانقلاب على الديمقراطية وحكم صناديق الاقتراع؟ يقول هنا عبد الباري عطوان: أمريكا سقطت، الاتحاد الأوروبي سقط، وكل المقولات الليبرالية التي تدعي التمسك بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة سقطت أيضا، وبات واضحا أن الليبرالي في مفهوم الغرب هو الذي يتخلى عن عقيدته وقيمه ومبادئه ويتبنى المبادئ الغربية التي تضعها واشنطن ومحافظوها الجدد. يقول هنا عبد الباري أيضا: فوجئت بالدكتور محمد البرادعي أحد منتجات هذه الليبرالية الغربية ودعاتها، يكشف في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أنه اتصل بجون كيري وزير الخارجية الأمريكي وكاثرين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل تأييد الانقلاب العسكري. أشهد أي التاريخ الذي كان أحد أبرز المتآمرين للإعداد له، فالبرادعي هو الذي قاد الانقلاب العسكري. ويقول عبد الباري عطوان: وفوجئت أكثر أن هذا الليبرالي يؤيد إغلاق 6 قنوات تلفزيونية متعاطفة مع التيار الإسلامي. أنصار الديمقراطية وحكم الصناديق الاقتراع، ولا نقول أنصار التيار الإسلامي، يتدفقون بالألاف إلى ميادين المدن والقرى والنجوع لكي يطالبوا بعودة الرئيس المنتخب ويعبروا عن استعدادهم للشهادة من أجل هذا الهدف. اسمعوا النقطة الحساسة هنا: كنا نتوقع أن يتدخل الجيش المصري لنصرة الشرعية الديمقراطية لا من أجل سحقها واعتقال رموزها والانحياز لصناديق الاقتراع، لا لدعم من يريدون إسقاط هذه الشرعية من خلال التظاهر وشاشات التلفزة. الحقيقة يعني مرسي أول رئيس مصري منتخب، وأول رئيس مصري مدني، وأول رئيس مصري ملتحي عنده لحية، أول رئيس مصري موكبه لا يعطل حركة المشاة والمرور، وأول رئيس مصري يمنع نصب الطرق الصوفية، وأول رئيس مصري يسمح بظهور مذيعة أخبار محجبة في التلفزيون الرسمي منذ 52 عام، وأول رئيس مصري ابنه يحصل على أقل من 90% في نتائج الثانوية العامة،
وعلى صعيد الزعماء العرب فهو أول رئيس عربي يأتي بنسبة أقل من 99%، وأول رئيس عربي مدني ينقلب على العسكر، ماشي؟ أول رئيس عربي حافظ القرآن. يعني الحقيقة مبارك يعني العسكر تساهلوا معه جدا، ولكن مرسي تجد أن العسكر يعني تصرفون بانتقام معهم، تصرف بانتقام معهم. المهم مرسي أيضا أول رئيس عربي ينتمي إلى تيار إسلامي مثل تيار إخوان المسلمين، وأول رئيس عربي تزور كلمته، وأول رئيس عربي حاصل على الدكتوراه من جامعة أمريكية، وأول رئيس عربي يسمح بانتقاده، هو يسمح بانتقاده بهدف الإصلاح وليس الفتنة، وأول رئيس عربي يرفع قضايا ضد خصومه. يعني ما بيسجنهم ولا بيبعث المخابرات لهم بيسجنوهم، ولكن يرفع قضية في محكمة ضد خصومه. وهو أول رئيس عربي يسلم على الضابط الذي سجنه ولا يعاقبه، سامع يا برادعي؟ وأول رئيس يرسب في عهده ابن مدير الكلية الحربية في اختبار تقديم الضباط، يعني ما فيش بقى غش وما في واسطات في كلية الحربية. وأول رئيس عربي يخطب بين الثوار، وأول رئيس عربي يمنع تعليق صوره في مؤسسات الدولة، وأول رئيس عربي يصلي كل جمعة في مسجد جامع، وأول رئيس عربي يسكن في شقة إيجار في عمارة سكنية، وأول رئيس عربي يسافر أهله على نفقته بالدرجة السياحية، وأول رئيس عربي يرفض علاج أخته بالخارج على نفقة الدولة، وأول رئيس عربي يشتغل ابنه بالخارج. فيعني هو صحيح عنده أخطاء كثيرة، ولكن كنوع رجل رئيس عربي نظيف لم تشهد مصر مثله يعني في الماضي، فيعني كان يجب أن يصبروا عليه. بعدين هنا يقول الانقلاب العسكري سيؤدي حتما إلى خدمة الجماعات المتطرفة داخل التيار الإسلامي وحركة الإخوان بالذات، وسيؤكد مقولة تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى التي ترفض الديمقراطية وتعتبرها بدعة غربية وتطالب بالاحتكام إلى السلاح وليس إلى صناديق الاقتراع لإقامة دولة إسلامية تكون نواة لدولة الخلافة. المعتدلون في التيار الإسلامي وحركة الإخوان المسلمين سيكونون هم الضحية، لأن صوتهم لن يكون مسموعا في أوساط القواعد الشعبية، لأن جنوحهم للاعتدال وتبنيهم للخيار السلمي ونبذ العنف أثبت عدم جدواه بعد الانقلاب العسكري الحالي الذي نرى إرهاصاته في تنصيب رئيس غير منتخب وحل مجلس الشورى وإعلان الأحكام العرفية وشن حملة اعتقالات دون أي مسوغات قانونية وتحت اتهامات واهية. يعني الآن الناس حيقولوا ليش نمشي بالعملية الديمقراطية؟ شو اللي بيمنع أنه الإسلاميين يرجعوا إذا ربحوا الانتخابات ما تعملوا عليهم انقلاب مرة ثانية؟ فلن يثق أحد بالعملية الديمقراطية. هذه المشكلة التي لم يفقها الحكم العسكر والبرادعي، أنهم قضوا على الديمقراطية في العالم العربي وقضوا على بقية الثورات وظلموا الثورات الأخرى، لأن لن أحد يثق في مصر وفي غير مصر بالديمقراطية من العرب بعد الآن، لأن كل ما ينجح الإسلاميين والتياراتهم الإسلامية في الديمقراطية سوف يعملوا عليهم فيلم جديد الليبراليين، ويعملوا انقلاب عسكر عليهم مثل ما عملوا بالجزائر وحاولوا بغزة والآن يحاولوا في مصر. طيب اسمع هنا ماذا يقول عبد الواري عطوان. عبد الباري يلفت انتباهنا إلى نقطة مهمة جدا، من سيصدق الحكم العسكري الذي يدير شؤون مصر حاليا عندما يتحدث عن الديمقراطية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد أن أهانوا الرئيس المنتخب وحلوا مجلس الشورى المنتخب أيضا؟ ومن سيذهب إلى صناديق الاقتراع بعد هذه الخطيئة الكبرى؟ يعني هم قضوا على الديمقراطية يا ناس، نحن صرنا عشرات السنين وعقود وفي كل عالم عربي نقول نريد هذا الطفل الديمقراطي، هذا البيب الديمقراطي أن تكبروه وتنموه ولا تضعوه في غرفة الإنعاش وتخنقوه وتقضوا عليه. يعني هذه مشكلة مهمة جدا أنتم لا تنتبهوها. فيا جماعة البرادعي ويا جماعة العسكر لا ينضحك عليكم ولا تكونوا مغفلين، لازم تخلوا العملية الديمقراطية تستمر في مصر، صححوه، خذوه على المحكمة المرسي ما في مشكلة على حسب القوانين الدستورية. بعدين يقول عبد الباري
نختلف مع حركة الإخوان في الكثير من طروحاتها. نعم، وأنا أختلف مع الإخوان، وغيري يختلف مع الإخوان، وكنا نتمنى لو أنها انحازت إلى قضية العرب المركزية ودشنت عهدها في السلطة بطرد السفير الإسرائيلي وأغلاق سفارته في القاهرة، ولكن هذا لا يمكن أن يدفعنا للوقوف ضدها. نعم، يجب أن لا نقف ضد الديمقراطية، يجب أن لا نقف ضد صناديق الاقتراع. خلاص الإخوان فازوا بمصر، ونعطيهم مهلة ونعطيهم فرصة يبرهنوا. إذا فشلوا في الامتحان نأخذهم للمحكمة بطريقة مدنية بطريقة قانونية. لا نجلب العسكر ولا نقوم بانقلاب ولا نسمح بالانقلابات. المهم يكمل هنا، ولكن هذا لا يمكننا أن يدفعنا للوقوف ضدها أو التشكيك في شرعية رئيسها المنتخب، حيث قلنا وكررنا أكثر من مرة أن عليه أن يكمل مدة حكمه. نعم، مرسي يجب أن يكمل مدة حكمه، وأن على من يريد إسقاطه يذهب إلى صناديق الاقتراع. يجب أن نحترم صناديق الاقتراع، نصبر على مرسي وعلى أخطائه، ونصحح أخطائه إذا كانت كثيرة وكذا نأخذه للمحكمة، ولكن نستطيع أن نقول الاقتصاديين تدخلوا إذا أخطاء اقتصادية، ولكن ممنوع الانقلاب، ممنوع حكم العسكر، لأننا نريد أن نحمي الديمقراطية ونريد أن نحمي فكرة صناديق الاقتراع، ولا نريد حرب أهلية. هذا مهم جدا، يجب أن يعود مرسي للحكم لأننا لا نريد حرب أهلية. يقول عبد الباري عطوان: نخشى على مصر وشعبها الطيب من الحرب الأهلية، نخشى على الفقراء وهم الأغلبية الصاحقة من الجوع والحرمان وعدم إيجاد لقمة للعيش لإطعام أطفالهم، ولكننا على ثقة بأن هؤلاء لن يقبلوا مطلقا ليبرالية كاذبة مزورة مضللة تقود بل تمهد الطريق لإنقلاب عسكري يؤدي إلى تعميق الانقسام ودفع البلاد إلى الحرب الأهلية حتى يصلوا إلى الحكم على ظهور الدبابات وليس من خلال صناديق الاقتراع. وهي أول ثمن يدفعه للشعوب العربية هو أن بشار الأسد يقتل الناس في حمص، اسمعوا، بمشاركة قوات من حزب الله. حمص تشهد قتالا ضاريا وقلق على آلاف المدنيين. فالآن كل الناس في العالم العربي سوف يقول أنه هذه حرب على السنة، هذا الانقلاب في مصر هو حرب على السنة، لأنه كل ما السنة يحاول أن يحصلوا على الحكم أو مكاسب أو يعني يتعلموا الديمقراطية أو يتعلموا هذا فيضربوهم. يعني حزب الله وبشار يذبح سنين في سوريا والعالم الغربي يتفرج والعالم الروسي يتفرج، ولكن مرسي أخطأ بعض الأخطاء، انقلبوا عليه وقالوا للعسكر اذهب وأسجنه وأسجن حزبه وأسجن كل الديمقراطية وأقضي على الديمقراطية. فهذا يعني كذب ونفاق وتزوير يعني، وهذا سوف يؤدي إلى حرب أهلية، وفهمكم كافي. وأرجو أن تستفيدوا يعني بقدوم رمضان بأنكم تأمروا بالعدل، اعدلوا أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. لو كان واحد مش راضيان على تصرفاته بس كون معه عادل، ونحن مأمورين أن نعدل حتى مع اليهود، فما بالك مع الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين هم من شعبنا، هم من مصر، هم من جيراننا. إذا فازوا بالديمقراطية لو نحن يعني نرى عندهم أخطاء، ولكن يجب أن نسمح لهم أن يستمروا بالعملية الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك في الأمة الإسلامية، ووفق الله المسلمين لأن يحكموا بالعدل، ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير.